مفيش مطر في البحر ده، مفيش مطر. كلمة مع الأستاذ أحمد أستاذ عمر تعليقا على باقة التمتر والمتابع. جماعة احنا معانا شاعر وشاعر معانا من اتصلت في اليوم ده بالدكتور فاضل عشان الدكتور مكسور، لان انا ملقتش يعني ملقيت على السي، لقيت واحد بس بايك وبيهبل وهو تابع الاختصارات الثقافيه. انا حتى ما اعرفش الصلاه المفترض اول حاجه انشاء الاداء ومصلحه الكلام واللغه العربيه اذا كانت باللغه العربيه او باللغه العاميه المضبوطه اللي فيها دلالات لكلامنا مع بعض، يعني تلاقي الناس مفقنه من اللغه والكميه من اللغه والطبع الشكل اللغه. اذا يحدث ان كان الموضوع باللغه العاميه فلابد انا ابن الدنيا يبقى عندي كام قيمه لفظيه تعني على طول ان انا ابن الدنيا او ابن ظهر الشيخ او ابن اسيوط او ابن اسكندريه او ابن القاهره. ما رايت وما حدث كان بالنسبه لي صدمه كبرى. مش اي حد طبعا، انا بشكر انا بقول الكلام ده لان سمعت شعرا و يعني سمعت شعرا مكتوب، لكن انا حسيته بالاداء. اداء يمكن انا يعني في الفتره اللي فاتت كلها كلما كان لي فضول في مكان كلما ادري الحقيقه وجدت نوع من الحقيقه الليله. واكيد بعد ما نسمع حضراتكم الدنيا الدنيا هناك اخبار كثيره، لكن انا بنصح الناس بتبيع الشعر وكتاب الشعر. اذا كنت تكتب ومش عارف تقول ما تقولش، خلي حد يقدم مكانك عشان تصل الكلمه والمعنى واللفظ الى سامعيها على مستوى البصر اللي سامع بشكل جيد. انما احنا مش اي حد يقول كلام ويطلع وهو واقف مش عارف اللي قدامه عارف اللي قدامه ده، لا ده كل اللي عارف شايفه ده بس واقع كده بس مباشر عن طريق الكاميرا بتاعت حضرتك هنا. وانا بشكركم جدا طبعا على التغطيه دائما وعلى التجديد دائما على الصفحه او عن طريق حضراتكم كلكم، كل واحد يمثل البيت ويمثل الحاره ويمثل الاسره ويمثل البلد. الثقافه والفهم هي الابداع الحقيقي والاحتراف الطبيعي لاخلاق مصر في اي وقت، هي المعبرة عن كل جيل وعن كل فترة زمنية محددة، كانت 10 سنين 20 سنة 30 سنة تراث طبيعي. فلما يرجع عندي نوع الشعر اللي بيتقدم بالطريقة دي يبقى التراث الطبيعي اللي ماسك الدولة وماسك ثقافة الدولة ما فيهاش ما هوش محله. إنما أنا بشكرك جدا على أدائه وعلى الكلمة وعلى مسرحتي لبعض الكلمات مش لكل الكلمات. يرقص في البيت المسرحي باقي الكلمات، يعني اديني الاكتر اديني الاداء خليني احس بالاداء كمان في ناس اخطاء في الموضوع. انا بشكركم جدا وانا اسف لما احنا عندنا بدون اجابات، اتمنى ان احنا نلبس راحهم موجودين دلوقتي حقيقي يعني زي حضراتكم اكيد جواكم لحد من كبار الشعراء والشعرات الاديبات والمحفلات. النقد الفني والادبي هو رمادة الميزان اللي احنا بننزل بيها اي عمل، هو الكونتراست، هو الكونتراست الموجود. لابد نتعلم النقد الفني، نتعلم الشعر، ونتعلم اداء الشعر، ونتعلم الكتابه، ونتعلم الورق، ونتعلم الحكي اللي اهم شيء. اشكركم جدا. شكرا لكلامي الكبير استاذ احمد حسام عمر، وشكرا جزيلا وهذا الفخر انك قد يعني قدمنا من وقتك ومن حبك و انا قريب هنعمل ده في سنه 8 هنا يا جماعه ان شاء الله، ان شاء الله هنعمل ده في سنه 8 هنا. خلاص كفايه الفريق جماعات الفريق دي ترجع بتوع حنان ان شاء الله. احنا اول شهر 11 هيبقى في ده في سنه اللي هو موجود او في الشهر. اي حد بيكون عنده مكان
وعنده ناس ولا واحد بس. انا كل اللي انا محتاجه شاشه ومايك سماعه زي كده. نعمل ثقافه سينمائيه جديده. انا نفسي اعمل زي ما كنا بنعمل مسرح القهوه لما كان ده التغيير. نعمل نادي سينما الشارع ونادي مسرح الشارع. بمناسبة حضرتك انك من نادي السينما، احنا محتاجين اولا ثقافة جديدة. انا واحدة من الناس بعد السينما اللي بتتفرج عليا من التلفزيون. نعم. ما بعرفش اختار فيلم واشوفه، ما بعرفش اختار فيلم. نعم. فده حقيقة فرصة كبيرة جدا. تاني حاجة احنا في الشهر الميلادي ده ان شاء الله، لان احنا بنعمل البروجرام بتاعنا كل 3 شهور. تمام. الشهر الجاي ده عندنا حاجة من الندوة التمثيلية يعني هتكون اسمها سينما الشعر. ايوه. استاذ محمد العوض بيعمل الشعر صورة وصورة. صورة سينمائية. فده ان شاء الله الندوة بتعمل، هو طبعا عمل اكثر من تجربة، فان شاء الله المنتجة دي يا ريت تكون معانا عشان برضه رأي يهمنا طبعا في اللي احنا بنعمل فيه او كويس او كويس النقد بالنسبة. هو طبعا انا سعيد جدا بكلام حضرتك، بس السينما المصرية أكيد الكلام حضرتك بأن هناك سينما الشعر والذهب. كلنا عارفين فيلم أمير عبد الأمير. صلاح جريد كان فيها ذهب. صلاح جريد كان فيها ذهب الأمير. صلاح جريد كان له علاقة قوية في السجلة وبعدها. وأيضا هناك صلاح جريد كان في الطبيعة. وكان بيكتب عمل فيلمين بتوع صلاح فوزي اشترك فيه. خلي بالك من دول. وأمير عبد الأمير. الكلمات والمباني والالحان والتيمة نفسها كان اساسها شعر. طبعا. واخد بالك حضرتك؟ السينما الشعر جاي المسرح الشعري. يعني المقابل له المسرح الشعري. نعم، مستقبلين المسرح الشعري. وانا طلبت من الدكتور ايمان الحجازي ده يعاد الاستاذ محمد ده يعاد مره ثانيه. المسرح الشعري مهم جدا، وانا نقدر نحققه هنا. نقدر نحققه في حته مكان المنصه دي، نعمل مسرح ونحبهم ونجسدهم، يبقى عندنا ولو مسرح يكون دراما الشعر. انما سينما الشعر هو الجديد اللي حضرتك هتعمليه، وده شيء كويس جدا. انا ما عملتهوش، انا في زميل طبيب وانا قلت معاه التجربه دي، يعني عمل لي التجربه دي، عملت معاه شغل فن الواو. فن الواو والمربعات. والمربعات. طبعا. فهو سجل طبعا شعر يعني الشعر اللي انا بقوله. فهو احنا مستضيفين الشهر الجاي ان شاء الله، وهنعرض كل تجربه ببعض الشعراء اللي قاموا معايا في التجربه دي. وهو مخرج ومشاعر. هو بس عشان وفكرته مشروعه. عشان يبقى عندنا فن الروم والمربعات لازم يبقى عندي عاملينها بتاع الروم. لازم يبقى موجود دلوقتي في اللحظه دي عاملينها بتاع الروم عشان التقسيم يبقى صحيح مع الروم. على فكره احنا بنمسك الموسيقى بتاعتها جدا يا استاذ فيصل. فيصل المنصري رائد النميم في الجنوب. رائد النميم؟ رائد النميم. ممكن احولها لنميمه مصر. دعاء يا استاذ فيصل المنصري هو باحث ورائد فن النميم في تعليق. وطبعا هو ده برضه اللي اثر عليه وخدته بالطريقه دي، يعني هو المجهود اللي عمله. وهو طبعا كان له تكريم عندنا هنا قريب برضه مع شله الصعايده، يعني كنا عاملين شغل ويرحب بيك طبعا. اهلا وسهلا استاذ عبد الله، اسمه فعلا ان شاء الله. ان شاء الله. اتمنى انك تسمع علينا يا جماعه، واتمنى ان الشهر اللي جاي حضرتك على هامش الليله بتاعت حضرتك يتم عرض فيلم سينمائي اثر فيه الشعر والذهب واتعمل اتعمل اتعمل عليه وتم كتابه بالفعل. طيب. في دعوه يا جماعه عشان انا بحكي الكتاب قدامكم. ان شاء الله.